1035 مشروعا موله الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك منذ إنشائه وحتى مطلع العام الجاري، حيث تجاوزت قيمة تمويل تلك المشاريع 177 مليون دينار. يؤدي الصندوق الكويتي الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا عبر تمويل الكثير من المشروعات التي بلغت 1035 مشروعا في 3 سنوات، من تمتد هذه الفترة من يناير 2016 حتى 9 يناير 2019 بحجم تمويل 177 مليون و100 ألف دينار كويتي. حرصا على شباب الكويت، دعا النائب صلاح خرشيد وزير التجارة والصناعة إلى ضرورة دعم واستقرار الصندوق وحسن اختيار مديره العام، والذي تغير عدة مرات خلال عمر الصندوق الذي لم يتجاوز 3 سنوات. أنا أعتقد بعد مرور 5 سنوات من الآن راح تكون في مشكلة حقيقية في توظيف بناتنا وأولادنا. ما هي البديل؟ البديل هذا الصندوق اللي اليوم السلطة التشريعية والمشرع وجد لزام عليه أن يكون إنشاء هذا الصندوق وبرأس مال 2 مليار. وزير التجارة عليه أن يهتم أكثر وأن يكون أيضا حرصة أكبر، وأنا أعرف مدى حرصة، فأن يكون مدير الصندوق يتم اختياره باختيار صحيح ويستمر في عمله في إدارة الصندوق. تنويع مصادر الدخل يعد هدفا استراتيجيا التقت حوله الرؤى النيابية والحكومية، وانطلاقا من تعزيز سوق العمل ودعم المنتج المحلي، خرجت دعوات نيابية عدة لاستقرار ودعم الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونه نافذة الشباب للعبور نحو الإنتاج.